وأدم ربي عليه بصلاة وجذب لنا فسلام وأدم ربي عليه بصلاة وجذب لك لنا فسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل حزيب علي بن محمد بن العزي صاحب مولد شد الضرار واصوله وفرندس بن الهيم والفضل حزن بعبد الجلال والفضل حزن بيحيى والفضل حزن بهجريب واصوله وفرندس بن الهيم ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في جنة ويسرارهم وانوارهم وبعلوم في الدنيا والدنيا والاخره والفضل حزن بهجي درس كجان وعلم بي حمدني والفضل حزن بهجليبي والفضل حزن بهزهدي والفاد لا حزن بحسام الأجلابيدين والفاد لا حزن وبشير سب الورداء والفاد لا حزن سلطان علي شبز القادر الجيلاني رضي الله عنه والفاد لا حزن سيد الفقيه مقدم محمد بعلوي وأصوله وفندس بن الهيم والفاد لا حزن بعي عبد الله سعاد والفاد لا حزن جيم مصرني والفاد لا حزن بحمناوير ابن عبد الله رشاد والفاد لا حزن بعلي مأسوم كرابيا والفاد لا حزن جسلفي علي والفاد لا حزن خصوصا بربر حناء أبي محمد بهاء الدين محمد لطفي بن حليم بن هاشم بن دهياء أطال الله عمره في صحة وعافية وشرف الله قدرهم عظم الله عزهم ويعيد لنا بركاته ونفحاته وبعلم في الدنيا والدنيا والآخرة والفاتح بنية القبول وتمام كل شيء المعمول وصالح شادرا بدنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافية لكل شر جلبة لخير لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية ولا نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع التقى والهدى ولا فالمضلد للإسلام بلا محنة ولا امتحان بجي سيدي ولد عدنان جامع لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يحضب صلاه يقظة ومناما صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون يا شرعي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صلي على محمد غرامدع ندعو إلى الخير. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حلى الورى منطق واصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد فضل من بالطغى تهجي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفري. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وصلي وسهل ما قد تعوي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ولي ومن بنا بتعلي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ولي ومن للحبيب. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وبان آخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Yeah. Sebelum saya mulai pembacaan maulid, kula badhe matur, sebelum dimulai maulid saya harap kepada seluruh hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada majelis malam hari ini. Hadirnya kita pada majelis malam hari ini saya harap berjalannya dengan tertib, dan juga kepada seluruh hadirin yang punya keluarga yang lagi sakit, semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang punya keluarga lagi kesusahan, insya Allah diangkat susahnya, diberi kemudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kepada seluruh para pemuda, para pemudi yang hadir pada majelis malam hari ini, yang pamitnya terhadap orang tua, berangkat majelisan sampai tempat majelis malah pacaran, tak dongak ke pedot tiangnya gitu kok, tekono beten. Lagi, yang pertama ngapusi tiang sepah, nomor 2 ngapusi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya harap hadirnya kita di majelis malam hari ini, jenengan berangkat rombongan putra putri tidak masalah, yang penting ketika sampai tempat acara tidak pacaran gini mboten. Pamitine wong tua, Bu, kula tak bidal pengajian ning dile ning gene Beb Zidan, tekan kene malah gendaan. Nah. Kathah napa mboten? Kelambine napa, ireng napa putih? Mburi dhewe apa ngarep dhewe? Mburi dhewe, ya wis sing mburi dhewe hati-hati nggih. Terus kepada seluruh pencopet Nusantara, saya harap hari ini libur dulu. Oke, karena apa? Karena saya itu suka dapat komplain ada berita kehilangan, orangnya itu mintanya ke saya. Habib, saya kemarin datang acara Beb Zidan, pulang-pulang HP saya hilang, Beb. Besok ada lagi DM, Beb, ngapunten, saya waktu acara di sini, Beb, uang saya hilang, sak dompetnya, sak KTP-nya, Beb, saya uangnya tidak masalah, Beb, buat KTP-nya itu loh, Beb, saya males. Bayangno, kesian. Untuk hari ini libur dulu, oke? Salawatan yang tertib supaya apa? Supaya kita hadir di sini cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipandang oleh malaikat dengan pandangan rahmatan lil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Juga kepada assalamualaikum, ada salam dari jamaah online Hong Kong, Korea, Taiwan, dan mohon minta disapa untuk jamaah online yang live di YouTube. Mereka sangat bahagia, mereka sangat bahagia. Oke, kepada jamaah Korea, Jepang, Taiwan, semoga Allah Ta'ala berikan kesuksesan Anda, diberikan kemudahan. Dan insya Allah yang punya keluarga lagi pada merantau, yang punya anak keturunan lagi pada merantau, insya Allah dijadikan pemuda-pemudi yang sukses dunia akhirat, bisa membahagiakan kedua orang tua dan guru-gurunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى ربيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا على النبي فقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني فقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود فقال يا فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتحزأ بي يا أخا العرب والله لولا صباحة وجهك وباغ ضلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. الله يقول لك كل هذا الأعراض ألا يحاسبنا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو العليم. يا رسول الله قول بيدي مرات عين وعلى سترة الله الله اضربها في الورى بشرى خير من فوقها ثرى أثرى الله الله طاهر الأخلاق وشبيرة. يا رسول الله يموت بي ربي فارفعنا ببركته آمين آمين ويدينا الحسنى بحرمته وامسنا في طريقته وعافاته من الفتن. الله 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 اجعلنا من الأخيار فنفعنا ببركته آمين آمين واهدينا الحسنى